بتقدر رحم المهاجره يا فندم النسبه الطبيعيه بتاعها بتصيب 1% من البنات عند الولاد. يعني 1% من البنات عندهم بتقدر رحم المهاجره. 1% يعني كل 100 منهم كل 100 واحد بالظبط. ده بالنسبه اثناء لا لو بعد هم البنات يعني سيبهم بلغه في واحد عارفين 1% من دول عندها المشكله. لكن عندك 60% من السيدات اللي بتدور على الانجاب وعندهم مشكله في تاخر الانجاب عندهم بتقدر رحم المهاجره.